نجتمع اليوم دفاعا عن كرامة رقابتنا وكرامة مهنتنا. نجتمع ونحن نواجه واحدة من أخطر الأزمات التي واجهتها النقابة على مدار 75 عاما منذ إنشائها، حيث اقتحمت قوات الأمن متن النقابة لأول مرة منذ 75 عاما متعمدة إهانة كرامتنا وكسر إرادتنا، وهذا لن يحدث أبدا. لكن الأخطر في هذه الأزمة أن ما افتعلها اختار تصعيدها حتى النهاية دون اعتذار ودون محاسبة لمن ارتكب الخطأ. اختار خطابا تحريضيا وتصعيديا ضد النقابة، ناسيا أنها نقابة الشعب، متجاهلا عن عمد أن الصحفيين شرفاء وطنيين، وأنهم اختاروا طوال تاريخهم الانحياز لكل قضايا الوطن والشعب. هذه النقابة ملك شعب مصر، هذه النقابة ملك جمعيتها العمومية، الجمعية هي التي تنتخب المجلس والجمعية هي صاحبة القرار. الزميلات وزملائي الأعزاء أبناء نقابة الصحفيين، نجتمع اليوم في لحظة فارقة نواجه فيها تحديا مصيريا يهدد مهنتنا وحريتنا وكرامتنا ويسيء لبلدنا التي نعتز بها جميعا. لقد تم فرض الحصار الأمني على النقابة منذ 25 إبريل، حيث تم الاعتداء على عشرات الصحفيين وإلقاء القبض عليهم لمنعهم من تغطية الأحداث ومنع الأمن الصحفيين من دخول نقاباتهم، بينما تم السماح للبلطجية بالوصول إلى المقر ومحاولة اقتحامه تحت حماية قوات الشرطة وبمشاركته. وأمام هذا الاعتداء تقدم مجلس النقابة و15 زميلة ببلاغات إلى النائب العام في 28 إبريل ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتهما، موثقا بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، وننتظر أن تبدأ النيابة التحقيق في هذه البلاغات. وفي 30 إبريل أعلن الزميلان عمرو بدر ومحمود السقا الاعتصام بمقر النقابة أو التواجد بمقر النقابة. بما يتفق وصحيح قانون عقد التنسيق بين النقابة وجهات التحقيق، فلا أحد فوق القانون ولا أحد ستطلبه النيابة للتحقيق ولن ينفذ أمامها. لكن لم يمر يوم حتى كانت وزارة الداخلية ترتكب جريمة غير مسبوقة في حق النقابة والقانون والدستور عبر تنفيذ عملية اقتحام استهدفت انتهاك حرمة النقابة وتروية الصحفيين بدخول نحو 40 عنصر أمني مسلح، وقام أحد العناصر الأمنية بالاعتداء على أحد أفراد أمن النقابة بالضرب وألقوا القبض على الزميلين. وجاء الاقتحام الأمني ليمثل مخالفة صريحة للمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والذي تنص على أنه لا يجوز تفتيش مقر نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها. استمت الجريمة خلسة في غيبة ممثل النيابة العامة ونقابة الصحفيين، وهو بلاغ تقدم به النقابة عصر أمس للنيابة العامة، وننتظر فرصة التحقيق فيه. الزميلات والزملاء، لقد قيل أن الصحفيين يريدون أن يصبحوا فوق القانون أو دولة داخل الدولة، وهذا كذب صريح. فلسنا إلا مواطنين نخضع لسيادة القانون كغيرنا، ولكن لازم الأزمة لا تتعلق بنا كأفراد، بل بضمانات ممارسة مهنتنا التي يجب أن تكون محصنة
لتجاوز اي سلطه ومستقله عن التهديد والترهيب. تكون قادره على اداء دورها في تقديم المعرفه وكشف الحقائق وخدمه القضايا الوطنيه ومواجهه الفساد بشتى صوره واشكاله. ان حريه الصحافه كاستقلال القضاء وحصار النواب ليست امتيازا للصحفيين، ولكنها حق للمجتمع وضمانا لحريه المواطنين، والاعتداء عليها يمثل اهدارا للديمقراطيه ودوله القانون وانتهاكا صارخا للدستور وعدوانا على كل مصري يحرمه من حقه في المعرفه. لم ياتي طلب بقبض الصحفيين باقاله وزير الداخليه الذي نتمسك به ولن نحيد عنه. دولة لكننا نريد الحفاظ على قيم راسخة تمتد إلى عقود وقرون. تواجه بلادنا تحديات كبيرة على صعيد بناء التجربة الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الاستقرار في محيط إقليمي مفكك، ولا يمكننا التصدي لهذه التحديات إلا بإعلام وطني حر، وبأن نقف كشعب جميعا يد واحدة وأحرار في وطن الحر. أحرار في وطن الحر، أحرار في وطن الحر، أحرار في وطن الحر، أحرار في وطن الحر، أحرار في وطن الحر. إن هذه لجنة لم تفرق بين صحفي وآخر، بل استهدفت نقابتنا الواحدة وكرامتنا الواحدة ومهنتنا التي لا نملك غيرها، فوجد التصدي لها على قلب رجل واحد. لقد واجهنا إرهاب الجماعات التي استطاعت ان تغير من هويه مصر، وواجهنا قبله الفساد ايام حكم مبارك، ونحن ابناء هذا الوطن وطوال 75 سنه كانت النقابه وستظل قلعه للحريات وخادمه لقضايا الشعب والوطن. ان بيت الصحفيين الذي ظل شامخا طوال 75 عاما هو بيتنا المشترك، يتسع لنا جميعا بكل مواقفنا واطيافنا واختلافاتنا، ويجب ان نؤدي واجبنا امام انفسنا وبلادنا وتاريخ امتنا، ونسلمه للاجيال المقبله مرفوع الرايه موفور الكرامه، مرفوع الرايه مرفوع الراس موفور الكرامه. فلنترك اليوم اي قضايا من فضلكم، فلنترك اليوم اي قضايا هامشيه او اي خلافات، ونتوحد لصد هذا العدوان، ونحترم جميعا راي الاغلبيه فيما ستتخذ في هذا الاجتماع الطارئ من قرارات. وليكن شعارنا نقابة واحدة، القضية واحدة، مصير واحد. عاشت مصر، عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت مصر، عاشت مصر، عاشت حرية الصحافة، عاشت حرية الصحافة، عاشت وحدة الصحفيين، عاشت